بعد تعليق عضويتها رشا طالب تقرر العودة إلى اتحاد الكرة نتيجة الخلافات الكبيرة في البيت الجوي. في الحقيقة أنا عندما رشحت للاتحاد كان النصاب يعني قليل، يعني إذا أنا أستقيل أسبب إحراج نادي القوى الجوية والهيئة الإدارية بنادي القوى الجوية، فاحترمت رأيي وطلب الفريق المحترم شهاب جاهد وعلقت عضويتي بالاتحاد وفضلت النادي، لأن النادي تعرف يعني نادينا وبيت الثاني وصاحب فضل علينا كنا، فأنا يعني ضحيت بمنصبي في سبيل أنه الهيئة الإدارية ما تحل أو أسبب إشكالات للهيئة الإدارية، لكن حاليا في ظل وجود هاي الامور وهاي الاشكالات الموجوده اللي متعارف عليها من الشارع الرياضي وحضراتكم ايضا، فانتظر اجراء الانتخابات التكميليه واني في خطى انه ارجع للاتحاد، تم الاتصال ان شاء الله بالوزير الاستاذ عدنان درجال المحترم ووجهني الخطوات الصحيحه ان شاء الله في قادم الايام راح اسير وفقها، وان شاء الله في حاله اجراء الانتخابات التكميليه واكتمال النصاب القانوني لاعضاء الهيئه الاداريه سوف اذهب الى الاتحاد. قرار العوده الى اتحاد الكره امر حسم يعني. إن شاء الله.